المواطنين والناس واللي كتشوفونا والمسلمين، وراني تعذبت وراني قاسيت وراني تكرفست وراني تعذبت وتكرفست خمس شهور، وانا كنتكرفس خمس شهور وانا كنتمرمد على حقي وحق بنتي وحق هذيك المراه الكبيره باش يرجع لينا حقنا، باش ناخذ حقنا من هاد الدولار. تعاونوا معانا وقفوا معانا حتى ناخذ حقي وحق بنتي. رانا تكرفس، رانا تمحلت ماديا ومعنويا، رانا مازال واقفه غير بالقدره ديال الله، رانا ما بقاش عندي جهد باش نوقف. رانا دابا رانا من فتره شو ما بغيتيش وما واكلاش كنترعب، رانا النهار كامل وانا هنا من 8 الصباح، من 8 وانا واقفه هنا، من 8 وانا كنجري ببنتي. رانا تعذبت، رانا تكرفست، كنطلب منكم وكناشدكم اللي في قلوبهم الرحمه باش يوقفوا معانا ويساندونا كيما قلتو نتوما ورشاد المراه مازال كتبكي. رانا تحكرت رانا كنحس براسي تحكرت، حيتاش ماشي اللي درويشي صوتوا ليه مرتو، ماشي اللي درويشي ذبحوا ليه بنتو، ماشي اللي درويشي ضربوا ليه مو، هذا راه ماشي حق، هذا راه ماشي عدل. انا دابا كنتوسل ليكم، كنتوسل وكنطالب وكنناشد من سيدنا ومن المسلمين كاملين باش يرفعوا كفوفهم معانا ويتعاونوا معانا ويضربوا معانا تناخذ حقي وحق. الجديد ديال القضيه ديال نهيله، بعد ما البارح بعد ما نهار السبت راكم نهار الحد جيتوا معنا وشفتوا الحاله ديال بنتي كي دايره، مني جنا ايرجون، الدريه كترعف وعندها فقر الدم وجهها نزيف، جناها داروا لها الاسعافات وبقات بنتي حتى 8 ديال الليل وديت بنتي، والبارح في الليل ثاني جا انهيار عصبي، جبتها اليوم لعند الطبيبه باش الطبيبه النفسيه باش تشوف لي الدريه الحاله الصحيه ديالها، ومن بعد الطبيبه ما كايناش اليوم اللي غادا تشوف لي بنتي الطبيبه النفسيه. طلعنا درنا لبنتي اليوم الخبره والحمد لله انا راضيه، داس على الطبيب الشرعي والحمد لله انا راضيه، انا راضيه باي حكم حيتاش انا مقتنعه وكنقولها. وكما قلت لكم النهار الاول راه خمس شهور وانا كنغوت، كما قلت لكم النهار الاول انا اقسم بالله ما كذبت، اقسم بالله الخوت المغاربه المواطنين ما كذبت، رانا كنغوت هذه خمس شهور. واش اللي كتكذب غتبقى تغوت خمس شهور؟ واش اللي كتكذب غتبقى تدور بالدريه في السبيطارات خمس شهور؟ واش اللي كتكذب غتبقى مخليه ثلاثه الوليدات بوحدهم في الفيرما خمس شهور؟ واش اللي كتكذب ما غتعياش؟ واش اللي كتكذب ما غينشفوش دموعها؟ رحنا الالام عندنا في قلبنا، رحنا تالمنا وضرينا في قلبنا، رحنا حسينا بالحقره الخوت. كنجيو في المركوب كيجيبنا الترونسبور لهنايا 6000 ريال 8000 ريال، اليوم السيد اللي جابنا وضل معانا 8000 ريال باش جابنا من 8 الصباح حتى لدابا، وانا واقفه ما معشياش وما فطراش وما واكلاش، وبنتي وراجلي كذلك ما واكلش النهار كامل، ولكن شبعانين وقانعين بالله، شبعانين حيتاش باغي حقنا يبان لينا، شبعانين واخا ما كاينينش ولكن اشنو اللي كنتمناو؟ كنتمناو حقنا يبان لينا وحقنا يرجع لينا، وهاد الحقره اللي تحقرنا يبان لينا حقنا، والظلم اللي عشناه خمس شهور يبان لينا حقنا، واخا جرينا واخا بكينا واخا انا سجدت قدام المحكمه راكم شفتوني، وطلبت قدام المحكمه راكم شفتوني، وامام السبيطارات كنتبرمد، ورغم ذلك مازال ما عييتش، مازال حتى كنفقد الامال في بعض الاوقات وكنقول صافي انا عييت، جهدي تقاضى ربي راه جهدي تقاضى، وكنوض في نص الليل وكنصلي وكنطلب كنقول يا ربي انا راه جهدي تقاضى لا ماديا ولا معنويا، ما بقيت جابره باش نفدفد مع الدريه، ما بقيت جابره الجهه باش نجيب بنتي للطبيب النفسي ولا الطبيب ديال الرعاف ولا الطبيب ولا بزاف بزاف، ورغم ذلك كنقاوم وكنوقف على رجليا وكنعقب نوقف وكنقول ما غنستسلمش وما غنسكتش. حاله ديال نهيله كما قلت لكم داك النهار قدام السبيطار بان الحاله ديال بنتي مريضه ومأزمه وبنتي كتعاني في صمت،
نهيلة كتعاني في صمت، كيهدونا كيهدوا لي راجلي وكيهدوا لي ولدي وهدوا لي بنتي اللي عندها 11 عام، وتبع لي واحد منهم عنده 24 عام للمدرسة وجبد البورطابل وهما اللي مصيفطينو، وقالوا لي ما ربما الدرية غادا تفاوت وغتقول لك شي هضرة أخرى، وكيشجل في الدرية وكيقول لها قولي لنا شكون اللي ذبح اختك ولا نذبحوك. ومشيت ولقيت بنتي في واحد الحالة كترعد وما بقاتش بغات تمشي ليا المدرسة، والناس اللي شافوا داك الشيء وشاهدين مشاو ليهم وقالوا ليهم ما تشهدوش ما تشهدوش ليهم، عندهم النفوذ. ولكن حنا مسجلين الناس اللي قالوا باللي شافوا هذاك الوحش اللي مشى ليا لبنتي تا هو للمدرسة. انا عندي الناس اللي شافوه مازال، ولكن انا كنحملهم اي ضرر واي محين واي عذاب تعذبته، وكل دمعه نزلت من عيني هذه 5 شهور وانا كنبكي، حتى ولا الشوف ديالي كتبان لي في الضبابه، 5 شهور وانا كنبكي، 5 شهور وانا كنطلب، 5 شهور وانا كنعاني ومازال غنعاني، حتى يبان لي حق بنتي، حتى يبان لي حقي انا اللي تكرفست وتصوت وتعريت. امه راجلي المراه دابا مريضه بالنبوله حيتاش ضربوها وشتفوا عليها، عندها 84 عام وضربوا المراه بلا رحمه بلا شفقه وشتفوا عليها. ومني وصلنا للاستئناف ساومونا بربعات المنيول باش نديروا تنازل، مني ما بغيناش نديروا تنازل. الغد مشاو داروا فيديوهات كيقولوا بانني مراه ما مزياناش وبانني مراه ساقطه وبانني شله. والخوت والحباب والمغاربه والناس اللي كتشوفوني، واش اللي ما مزياناش تعيش هاد الوضعيه؟ واش اللي ما مزياناش تقابل فير ما تبات عساسه مع الراجل في الليل؟ واش اللي ما مزياناش راه كتعيش معززه مكرمه؟ ما بغيناهمش يسرحوا في الزرع ديال مول الفيرما، ما بغيناهمش، مني ما بغيناش، بغاو ينتقموا منا وقالوا لينا خطيتكم في جيبنا وعندنا النفوذ وعندنا اللي معانا. حنا ما عندنا والو، عندنا الله وسيدنا، عندنا الله وسيدنا، وعندنا انتوما الشعب المغربي اللي كتساندوني ورجعتوا لي ثقتي في نفسي ملي كتكتبوا لي وكتصيفطوا لي بانني امراه، بانني امراه وما خصنيش نسكت على حق بنتي وكتواسيوني. هذاك 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 الشيء اللي كتكتبوا لي شرف كبير ليا وبيكم، باش انا دابا مازال واقفه على رجليا. ملي كنقرا دوك لي كومونتير اللي كتكتبوا مازال انا دابا واقفه على رجليا، كنفرح كنقول الحمد لله كاين الناس اللي مازال تيقن فينا، كاين الناس اللي كيتيقوا فينا من الاول 5 شهور. وانتوما كاعلام ياك مشيتوا عندنا وياك شفتوا الحاله فين كنعيشوا، ياك شفتوا المعاناه ديالنا، ياك شفتوا بنتي الحاله ديالها، ياك شفتونا المعاناه اللي لقيتونا كنعانيو. ورغم ذلك كيقولوا باننا كذبنا وكيقولوا باننا حنا هاد الشيء كذوب، وحنا ما كذبناش. وانا كنقولها وباقا مازال نغوت، راه حنا ما كذبناش هاد الشعب المغربي، راه حنا ما كذبناش. ومن هنا كناشد وكنطالب منكم اخوتي المغاربه الناس المواطنين الحباب اللي كيشوفونا باش تواسيونا وتوقفوا معانا حتى ناخذ حقي وحق بنتي وحق هذيك المراه اللي تبهدلات. وكناشد سيدنا، كناشد سيدنا وكنتوسل لسيدنا باش يشوفنا ويحن من حالنا حتى ناخذوا حقنا من هاد الظلام.